حصل زلزال في مصر منذ قليل او منذ 4 5 ساعات من الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي دوت. حقيقة الحكاية ايه وايه فعلا كان فيه فعلا زلزال وفي اي منطقة بالظبط في مصر؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو ده ان شاء الله. طبعا لو انت مش مشترك في القناة قناة بحر المنوعات على اليوتيوب، يا ريت تدوس على زر الاشتراك وتعمل لايك للفيديو. لو عندك اي استفسار اكتب لي تعليق. تعالوا معايا اقول لكم ايه القصة وايه اللي حصل في زلزال مصر النهاردة. تعالوا معايا. بقوة 4.5 درجة ريختر يضرب مرسى مطروح زلزال عنيف اليوم في مرسى مطروح، شعر به بعض سكان الجيزة والقاهرة والاسكندرية، لكن الحمد لله ما فيش أي حاجة حصلت. الزلزال ما كانش قوي قوي يعني لدرجة إن هي تخوف أو كده، بس طبعا أنتوا عارفين الناس عايشة في قلق في مصر والكلام ده كله. تعالوا نقرا مع بعض التفاصيل كلها إيه اللي حصل النهاردة. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعاهد اليوم الأربعاء هزة أرضية على بعد 265 كيلو شمال غرب مرسى مطروح، يعني كانت في ليبيا بس شعر بها سكان مرسى مطروح. ووقت الحدوث كان الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي، القوة كانت 4.5 درجة مقياس ريختر، والخط خط العرض كان 32 شمالا وخط الطول كان 24 شمالا أو شرقا، العمق كان 13 كيلو متر. وأوضح المعهد أنه لم ينتبه عليه بشعوره، يعني محدش حس بيه قوي من سكان مصر، والزلزال كان بسيط جدا بس كان فيه زلزال فعلا وكان فيه الموضوع حقيقي مش اشاعه ولا اي حاجه، لان المعهد القومي للبحوث بتاعت الزلازل اعلنت على الموضوع ان الموضوع فعلا حقيقي وحصل زلزال وما كانش وقع. يعني الحمد لله جت سليمه ومفيش اي حاجه حصلت، ان مفيش اي حاجه حصلت، يعني مفيش حد حصل له حاجه، مفيش بيوت حصل لها اي حاجه، لان الموضوع كان اصلا بعيد عن مرسى مطروح، بس هو ايه هزه خفيفه جدا حصل بيها يعني شعروا بيها سكان مرسى مطروح. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة قناة بحر المنوعات على اليوتيوب، واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.